المسلسل زي طريقه فيلم سلام يا صاحبي، بس هي اتطبقت مسلسل مش اكتر. حلو، لايق على بعض، لايقين على بعض الدور، يعني كل دور لايق على التاني. اطر على المسلسل مش اكتر. لا جباره، بيبين لك كده المره يعني هو كان سبب المشاكل فقتله، كان حاجه حلوه يعني. والله كان نفسي اروح اضرب معاهم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات على افكار جديده عايزين تشوفوها في الفيديوهات الجايه. يلا بينا نشوف. ايه رايك في مسلسل ملك الجدعان؟ لا هو مسلسل الصراحه جامد وعجبني الصراحه. سفينه الواد سريع ده مش بحبه الصراحه، شيء الهي كده مش بحبه. بديه حلو سمعنا، جميل 100% احلى مسلسل في رمضان. مسلسل جميل جدا، وهو المفروض ياخد ترند رقم واحد. ما اسمعوش بس اسمع ان هو كويس يعني. والله مسلسل جميل وبيحكي الواقع، ويعني احلى حاجه ما فيه الكلام اللي بتقول، يعني عندك عنتر ده بيقول لك ان خرج العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. يعني المسلسل في السليم وماشي في الصح، وكله على الله وربنا يوفقهم جميعا. جميل وكل حاجه. لا ما فرجتش عليه والله. ولا سمعت اي لقطات؟ لا. ولا سمعت الاغنيه؟ لا. حلو، من احسن المسلسلات السنه دي. عادي، مسلسل لذوذ جدا يعني. اكتر حاجه ايه لذيذه فيه؟ يعني ممكن يكون مثلا الصحوبيه شويه اللي بين الاثنين، بس يعني هتحلو يعني. في شويه صياعه وبتاع وضرب، ده برضو بيعلم العيال الصغيره يعني ايه ان هم يبقوا بلطجيه بعد كده، بس هو كمسلسل هو رايق، انا مش هنكر كده. جدعانه سمعت فيه حلقتين. ايه رايك بقى فيهم؟ كويسه خالص، بيجسد دور المواطن المصري. طب المسلسل كويس جدا، ودور مصطفى شعبان كويس جدا، والله هينجح المسلسل ده باذن الله. ايه اكتر حاجه عجبتك فيه؟ اللي هو صحاب مع بعض. فكره ان هم اصحاب وبيحبوا بعض وكده، فعجبتني الفكره دي. اكتر حته عجبتني ساعه ما رموا الواد عتال دوت في البحر. المسلسل اسمه ملوك الجدعانه، هل عندنا في الواقع ملوك جدعانه برضو؟ لا. ملوك جدعانه ايه؟ يعني مفيش صحاب جدعان ما بين بعض؟ لا، هو ايه، في مثل شعب حقير بيقول لك الملوك في الشطرنج، مفيش حاجه اسمها ملوك جدعانه يعني. انا اصحابي كلهم جدعان. في جدعان وفي اجدع منهم. لا، في ناس جدعان زيهم وفي احسن منهم كمان، ولازم نقف في ظهر بعض، لان احنا ملوك جدعانه، مفيش احسن مننا اصلا. هو في ناس جدعان وبيكون في كده وكده برضه، في ناس جدعان وفي ناس واطيه، ففي زيهم بالظبط. اه عندي بهاهم جدعانه الدنيا كلها. لا، انت لو جيتي قارنتها بالواقع مش هيحصل. ليه بقى؟ لا، بيبقى في اصحاب اللي هم بيدوروا على مصلحتهم في كل حاجه، فلوس بقى ايا كان، مش في حاجه اسمها ملوك جدعانه، غير الناس قليله جدا. اه طبعا الشعب المصري فيه جدعان كتير. بالنسبه لي انا اصحابي في ناس جدعان بنفس الطريقه دي، ما اعرفش بقى الناس التانية نظام. ايه رايك في دور مصطفى شعبان وعمرو سعد؟ حاجه جديده، هما الاثنين مع بعض وكده، فعاملين حاجه كويسه. احلى هياخدوا برضو احلى اثنين ممثلين في مصر السنه دي. اشمعنى بقى؟ كده ادائهم حلو، عايشين الدور الشعبي، الواد الشعبي اللي هو فاهم في كل حاجه، مش بيجلي كده. لا صراحة احسن اداء في رمضان 2021 يعني، حتى هو يعني الترند هو المتصدر يعني. يا ربنا يوفقهم ويكرمهم ويقدموا شيء هادف يعني. ادائهم كويس جدا، بس هم مشكلتهم ان هم اسم المسلسل ملوك الجدعانه، والجدعانه ديت ما ينفعش يعني انا وانت نبقى اصحاب وملوك جدعانه ونسيب بعض علشان حاجه هايفه، ما نصدقش اي حاجه من اللي بيتقال لنا. مصطفى شعبان عبقري وعاجبني. بس حلو، لايق على بعض، لايقين على بعض الدور، يعني كل دور لايق على التاني، يعني كل هما الاحسن اتنين يقوموا بالدور ده. هما يعني اول مره يعملوا حاجه مع بعض، بس كويسه جدا يعني. هو المسلسل زي طريقه فيلم سلام يا صاحبي، بس هي اتطبقت مسلسل مش اكتر، زي عادل امام وسعاد صالح بالظبط. هو دور صحاب حلو، بس كان المفروض الصحاب يراقبوا بعضيهم شويه يعني، يفهموا بعض، مش واحد يتسرع عن التاني. اللهم الاثنين عاملين دويتو كويس جدا مع بعض، ولو عملوا مسلسلات تانية هينجحوا. ايه رايك بقى في دور بسنت وامها في المسلسل؟ اطر على المسلسل مش اكتر. بسنت برضه مثال للبنت المصريه، حاجه ما شاء الله عقلها جباره، بيبين لك كده المره يعني. والله بسنت وامها في ستات كتيره منهم بيبقى زيهم كده، المفروض الناس اللي زي دي كده تحكم عليها، ما ينفعش تقعد بينا، لانهم بيدمروا شباب كتير. زي اخو سريه بسببهم وضيع امه وضيع ناس كتيره. ده مثل الخيانه والمره الواطيه، بس مش اكتر من كده. هم دول بقى الاثنين يخشوا يخربوا اي علاقه، هم دول اي علاقه تخش تكون بين صحاب جدعان اي بنات فيها تبوظ، زي بسنت وامها دي. لا ده سيبها اسال الواد الصغير ده. ايه رايك في دور بسنت وامها في مسلسل ملك الجدعان؟ مش عارف. ليه بقى مش حلوه؟ مش عارف. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. لا ام بسنت ربنا يحفظها بقى. خلاص كده، دور زباله الصراحه يعني. ليه زباله بقى؟ يعني دور معلش ست كبيره زي كده تعمل دور زي ده مش لايق عليها خالص. انسانه قذره معفنه. طب ساوسخه اصلا.
هما لازم الناس اللي زي دي كده ما ينفعش يبقوا معانا في المجتمع. احنا المفروض مجتمع متربع على الاصول واداب وما ينفعش يبقى بينا ناس زي كده. طب كنت مبسوط لما عنتر اتقتل ولا كنت زعلان؟ لا مش كان نفسي يموت الموته ديت، يعني كان نفسي يتعذب شويه وبعد كده يقتلوه. لا كنت زعلان الصراحه لانه كان عامل جو المسلسل كده، فخلاص مفيش سسبنس في المسلسل تاني. يعني هو في الواقع في منه كتير بس لا مش هيبقى حلو يعني. لا بالعكس فرحت يعني. فرحت ليه؟ مصر كلها فرحت يعني، هو كان سبب المشاكل كلها، يعني هو كان سبب المشاكل فقتله كان حاجه حلوه يعني. فرحت جدا. ليه فرحت ليه بقى؟ هو سبب كل حاجه، هو سبب، هو اللي بعد الصحاب عن بعض، هو سبب، هو اللي موت ام بسنت، هو اللي موت كل الناس، يعني هو سبب كل حاجه وحشه. والله كان نفسي اروح اضرب معاهم. والله كان نفسي اروح اضرب معاهم الصراحه. اشمعنى بقى؟ عشان ده مثال الواحد دول الواحد اللي هو مش باخد مش وصول العيش والملح. وعائل ابن جزمه الصراحه مش عاجبني. لا هو انا مش كنت قابله من اول المسلسل اصلا. ليه بقى مش كنت قابله؟ الدور زباله اصلا يعني، مش اللي هو. ايه اكتر حاجه قذره ما كنتش حاببها فيه؟ الصراحه يعني حلقته مضايقني موت. مبسوط والله من قلبي. ايه بقى كنت مبسوط ليه؟ عشان هو الظالم ابن كلب. طب ايه رايك بقى في الاغنيه بتاعت المسلسل اللي هي بتاعت كل يوم؟ كل يوم بتاعت احمد سعد ساعه خطوبه فاتن. لا جميله والله. اه جميل. اه انا البنات بينزلوها على الانستا والولاد، انا عرفتها من كده بس هي يعني الاغنيه جميله برضه يعني. مش حبيتها بقى انت الله يعني. اه عجباني برضه. كان بتقول ايه بقى الاغنيه دي؟ مش فاكر صعب الصراحه. عجباني. حاول انك تفتكر عشان تقول لي حته منها. الاغنيه اللي كانت بتقول ايه؟ معاك اغنيه؟ هي حصلت تغشيشه وانا واقف؟ كل يوم بيفوت عليا. مش عارف ليك معاك ذكريات. بس مش فاكرها الصراحه بس هي حلوه. امال ليه حافظ الاغنيه عندك على الموبايل؟ اللي على الموبايل بشغلها عشان شده العربيه بس. حلوه رايقه. سمعتها ولا ما سمعتهاش؟ سمعتها بس مش متذكره قوي يعني بس. طب قول لي اي جزء منها. فاكر هو كل يوم بيفوت كل يوم بيفوت ويعدي حاجه زي كده يعني بس مش فاكرها يعني. بس فاكرها ايه خالص؟ اه بتاعت احمد سعد. احنا كنا لسه مشغلينها في العربيه اصلا. لا انا ما بغنيش خالص. ما اعرفش اغنيها. اي جمله منها؟ والله ما اعرف اغنيها بجد. وجه رساله بقى لمصطفى شعبان ورساله لعمرو سعد. اللهم انت فوق دماغي المية وجدعان وركبت الدور صح. الرساله اللي انا بوجهها لهم ان هم يرجعوا اصحاب زي الاول واحسن 100 مره من الاول، لان انا مش هنعرف نسمع المسلسل لما هم يبقوا اصحاب. هم يعني المسلسل ملوك جدعانه فلازم احنا نسمعه على ملوك جدعانه يوسف شعبان وعمرو سعد. طب صعبه كده. يتصالحوا الحقيقه هتبان قريب. يتصالحوا يعني. هم لسه ما تصالحوش؟ لسه ما تصالحوش. ممكن يتصالحوا. لسان طيبين.